زي ما تفضل الكابتن خالد واتكلم، يعني حته ان هبوط 7 فرق والصعود فريق واحد، دي المنافسه شرسه جدا. وهيبقى المسابقه هتبقى من اولها كده باديه حاميه. وانا بقول للي مش هيجمع نقاط في الاول سواء في الصعود او سواء ان هو ما يهبطش هتهرب منه. لان اهم حاجه في البدايه، طبعا انا شايف المجموعه بتاعت الصعيد زي ما كانت السنه اللي فاتت، في السنه دي اسوان والمنيا والالومنيوم دول مرشحين بقوه، بس عارف برضو البدايه بتفرق مع اي فرقه منهم. طبعا فالنتائج جت طبعا الاسبوع الاول يا كابتن على التالي. نتائج مباراه الجوله الاولى للمجموعه الاولى الصعيد، تليفونات بني سويف والتحرير باسوان، انتهى اللقاء بفوز تليفونات بني سويف ب3-0. احرز الاهداف احمد يوسف واحمد سكرات واحمد ابو رضا. اول اهداف برضو كابتن طيب. معانا على الشاشه. يجي المباراه الثانيه طهطا والولديه، انتهى اللقاء بفوز طهطا 2-1. احرز اهداف طهطا فرغالي بالو واسلام محمد ومراد صبري والولديه. والفيوم والالومنيوم انتهى اللقاء 1-1. تقدم كريم محمد للفيوم وتعادل اغاسون ميلاد للالومنيوم. نيجي للمباراه الثالثه النصر للتعدين مع الاعلاميين، انتهى اللقاء بفوز النصر التعدين. احرز هدفي التعدين حافظ يحيى وابو بكر محمد. ديروت وسوهاج، انتهى اللقاء بفوز ديروت مفاجاه الاسبوع. انتهى اللقاء بفوز ديروت 1-0 على سوهاج، سجل حسام منصور هدف ديروت. على فكره حسام منصور ده بدون اقطع كلامك اتفضل كان لعيب في سوهاج وسوهاج ما عيدوش ايوه ومشي فري وجاي فيهم جول ربنا كافئه يعني. نيجي شباب نصر الملاوي وبني سويف، انتهى اللقاء بالتعادل 1-1. احرز اهداف نصر الملاوي احمد عباده وسجل كريم اشرف لبني سويف. اسوان والمنيا، ودي مباراه قويه جدا جدا يا كابتن، انت عارف يعني مباراه الاسبوع الاول. مباراه طبعا لان واعلى كم من الاهداف في الاسبوع الاول في المجموعه الاولى. الاثنين بينافسوا وبقوه وعندهم امكانيات وعندهم لعيبه كويسه جدا. اسوان والمنيا انتهى 2-2. احرز هيثم الفيل ومجدي عطوه لاسوان، واحرز اشرف انور وابراهيم جلال للمنيا. انتهى اللقاء بتعادل 2-2. طيب يمكن عندنا فريق الاعداد رصد لنا حاجات مهمه جدا من المجموعه دي، ويمكن اهمها ما جاء على لسان بعض المدربين بعض المباريات. طارق السكران المدير الفني لشباب نصر ملوي قال انه راضي جدا عن التعادل مع بني سويف ونتيجه المباراه مرضيه ليه، ولكنه غير راضي عن اداء